ولها رياضة وفلاحة وكل شيء وزراعة وكل شيء. جاء ضبح لنا الساعة بعد الحشاء جا لنا كراهب سود أول مرة نركب فيه. وين ساقوني ما ندر عنا وهم جيتوا لي عندنا شنو ناديكم كذا كذا سمني جهة من قبل ومعروفة رأي ما تقول ليش خلاص قلت للنادي كذا كذا ومشينا أنا ومشت الأمور استدعونا وبعدين جاءنا شركة اللي يقولوا لها دبي برضه منو هذين قبل بيعشبونا بس بيمشوا ولكن رأي نقول لكن عمر القدافي لا حصلت راس الخير تعرف كيف تخدم أنا قلت عشيب مالبو جيت الدبي بهذا قال نعشبوك وبتعليمات قلت له أنت صاحبك كان ضبح لك في النهار إحنا ضبحنا في الليل المهم قال التعليمات اللي تواجد لكم بس خلنا النادي الأول تو صارف قريب 9-10 مليون دخل في النادي جديد دمنا لا نسخه الأول نادي جديد ما شاء الله بعدها عاد جت الثورة الجديدة هذه والأيام الأحداث طلب مننا هذاك الوقت إحنا في الجنوب ولا لك بصراحة لاني فديت منها زلم ولا يخش يدير فيها هنا قصة وصحرة كنت معلق على صورة كبيرة من الدور الثاني لا نوقي ما ندسها انت هو وطي قد قميت الصورة كنت معلقها يعني يودي جايبها من قاعة الشعب من سبها طويلة كبيرة بكرة الصورة ما لا تتعامل بزال كان صارت خلي خبه نقول لك اللي صار لا خليك يا رجوم لا لا توقع بعدها قالوا لنا تعليمات انت عارف ما فيش داعي تقول لك اسماء من ماسك سبع ذيك الاحداث وقال انتم النادي داعي لكم زوروا راب الاسباب العزيزية احتصم الشباب داروا مطالب الشباب الصغير يجيبهم ما عمر يلعبوا قالوا عنا يرفعوهم الله يخدينا البنزينة بسبعة جنيه بجينها جينا الباب العزيزية لقينا الكرد يغني وصرنا جو صلح لا أدر أنا ما يسمع على كل وقت وما فيش حد يا أستاذ أنا أسمع إحنا خشينا لأننا قاعدين إلى آخر لحظة نتكلم فيك نسمع في حمزة وشكي ما أدر عنها البرامج تفيني عنده علم من هالتامة من قبل ما تبدأ القصة ما في حد خبرني